جايز سبورت ريتا، اوكي؟ رح لكم شغله، ديما uh, وبولا هود دي اثنين بحبوا يتبهدلوا، هن بحبوا يعني ديما قالتها مره انه انا بحب يفوتوا يسبوني يعني ما عندي مشكل، uh, بحبوا هيك، واليوم كل ما عملنا على الحمله اللي عملناها بالميدل ايست اذيتهم، لو ما هيك ما حكيوا عنا اليوم على التلفزيون، بس تصرفات اللي اللي تصرفوها واللي حكيوها هن تصرفات اثنين يعني تو بلونديز اذا بدكم ما عم نحكي بلونديز كشعار بس تو بلونديز از ستيوبد يعني طالعين عم يطلعوا ينبهلوا ديو على التيفي في نحن بنبقى بنصيبهم من الوقت اللي لازم نصيبهم فيه هلا اذا عملنا رده فعل هذا هو اللي بدهم اياه هن حتى يكفوا يقولوا شوفوا ليك شو عم يحكوا علينا وشو عم يعملوا سو so ignoring ذم بيقتلهم زياده انغلوا على الحلقه وما عملت رده فعل يعني اي حدا بيطلع على التي أه بيطلع بحب يشوف ردة الفعل من بعدها شو إذا ما عملنا ردة فعل عليهم معناتها انه حاكيهم والله طعمه ما حدا حضرهم حي يعني حيحسوا حالهم اذا بدكم كانت حلقه على الفاضي وما لها طعمه. سو بليز اجنور ذيم ما حدا يعملهم منشن وما حدا يهاجمهم بشي